اهلا بيكم من جديد، ووصلنا لفقره نبض 100 عقبه. خلونا دلوقتي نروح للايف من داخل نادي الزمالك، لقاء هام جدا مع استاذ احمد مرتضى منصور، عضو طبعا مجلس اداره نادي الزمالك. هيقدم لنا مفاجاه مهمه جدا لكل الزملكاويه، عشان كده تعالوا نروح لزميلتنا علا القائد للاستماع لهذا اللقاء الهام. يا علا، نهارك ابيض واهلا بيكي. صباح عليك يا انجي، نهارك ابيض وخطين حمر. موجودين النهارده طبعا داخل نادي الزمالك، وتحديدا داخل مكتب الاستاذ احمد مرتضى منصور، عضو مجلس اداره نادي الزمالك. النهارده طبعا عندنا مفاجاه مهمه جدا لالعاب الصالات، كابتن دوله طبعا صفقه هامه جدا، لكن خلينا نتكلم ان هو طبعا الاهم في الصفقه ان هي كانت رغبه للكابتن لعب طبعا الفولي بول، كانت رغبته لانتقاله من النادي الاهلي لنادي الزمالك. لكن خلينا بقى نتكلم باستفاضه مع الاستاذ احمد مرتضى منصور عن اهميه الصفقه دي لنادي الزمالك. ارحب بيك يا كابتن يا استاذ احمد، ونهارك ابيض بخط الحمر. كابتن برضه عادي. برحب بيكي وبرحب بالساده المشاهدين الزملكاويه في كل مصر والوطن العربي والعالم. اعتقد ان دي صفقه مهمه في العاب الصالات والفولي، ان احنا متربعين على عشرة فولي بقالنا سنتين. يعني بتمنى ان هي تكون خير لنادي الزمالك. الاول هخليك تتكلمي مع كابتن دوله لان هو نجم اليوم يعني، وبعدين نتكلم مع بعض في التفاصيل. اتفضل. كابتن دوله، فرق الاطوال بقى معلش. الاول الف مبروك عليك الزمالك الاول. مبارك فيكي. صفقه مهمه جدا لنادي الزمالك وطبعا لحضرتك، والاهم فيها طبعا زي ما قلنا ان حضرتك كان رغبه ليك لوجودك معانا في نادي الزمالك. اول حاجه الحمد لله، طبعا جيت اتضميت لنادي الزمالك بعد انتقالي من النادي حتى. طبعا نادي الزمالك نادي كبير، واي شرف اي لعيب بشرف هو يمثل نادي الزمالك. ان شاء الله يعني السنه دي نزيد البطولات زي استاذ احمد ما قال، هم بقى لهم سنتين واخدين الدوري والكاس، وان شاء الله نزيد من الانتصارات الفتره اللي جايه ونعمل حاجه لنادي الزمالك ان شاء الله. اهلا بيك والف مليون مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. كابتن علاء فهمي. كابتن علاء طبعا اهلا بحضرتك، ونهارك ابيض بخط الحمر. اخباركم ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. طبعا دولا وجوده في نادي الزمالك الموسم ده يعتبر الصفقه الاقوى على مدار سنين طويله جدا، وينضم الى مجموعه الكواكب الموجوده عندنا طبعا في النادي، رضا هيكل ولعبه ويوسف وكثير من اللعيبه يعني، وهو جاي طبعا يكمل مسيره الانجازات اللي بداها سياده النائب احمد مرتضى وسياده المستشار مرتضى منصور. ولازم نفهم ان الصفقات دي ما بتجيش كده، احنا بنتعب جدا والناس دي بتتعب جدا عشان نوصل لواحد زي دوله انه يجي من نادي حتى ويدفع شرط جزائي قوي جدا ويكون اضافه طبعا قويه للنادي وللمنتخب وللفرقه، وان شاء الله يعني باذن الله هيكون عمود من اعمده الفريق باذن الله. كابتن احسن شعلان طبعا طبعا غني عن التعريف. كابتن شعلان طبعا زي ما تفضل الكابتن علاء وقال ان هيتضم لكوكبه عندنا هيكل ولعبه، فريق قوي جدا فولي بول، عامل انجازات قويه جدا الفتره الاخيره، شايف الاضافه دي هتكون ازاي؟ والله طبعا انا برحب بكابتن دوله في نادي الزمالك. هو كابتن دوله اصلا رغبته انه كان يجي نادي الزمالك من قبل كمان ما يروح النادي الاهلي، بس الوقت طبعا النصيب ان هو يجي دلوقتي وجاي مع زي ما كابتن علاء قال واستاذ احمد قال طبعا كوكبه النجوم، فالفرقه بصراحه هتبقى قويه جدا جدا. وانا عايز اذكر المستشار بصراحه مرتضى لانه ما تاخرش علينا في اي حاجه خالص في موضوع في اي صفقات، وخصوصا رغم الظروف اللي احنا بنمر بيها، لكن اتصرف وقال لنا قتلنا اللاعب ده لانه هو عارف قيمه اللاعب زي ده في نادي الزمالك اضافه. واستاذ احمد مرتضى بصراحه عمل دور كبير 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 معانا جدا في الصفقه دي بصراحه، فيعني ان شاء الله السنه دي تيم الفولي هيبقى قوي وقادر على حصد البطولات باذن الله ان شاء الله. شكرا جدا. الله يخليك. طبعا استاذ احمد مرتضى اهلا بيك طبعا مره اخرى. المستشار مرتضى منصور اعلن ان حضرتك طبعا هيبقى فيه صفقات جديده وهنكمل دايما مع الفريق طبعا العاب الصالات في نادي الزمالك، يعني حدث ولا حركه. بصي خليني اتكلم في حاجه مهمه جدا. الناس بس ناسيه النادي ده في 2014 كان خرابه، ولا بطوله ولا لعيبه ولا كرسي ولا فلوس ولا ميه حتى وكهرباء.
كان نادي منهار. بفضل ربنا مرتضى منصور رجعه لطريق البطولات مره تانية، وابتدينا نشوف بطولات كل سنه في كل الالعاب. يمكن ده زود طموح الجمهور، الجمهور ليه حق. يعني بعد ما كان مفيش حاجه خالص، كانت بطولة تقريبا كل 10 سنين، حتى على مدار التاريخ كل 10 سنين بناخد بطولتين ثلاثة والنادي بي 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 كيرفو بينز. يمكن مرتضى منصور خلق نوع من الثبات في البطولات الحمد لله. يمكن لأول مرة من ساعة لما احنا جينا مجلس إدارة بقيادة مرتضى منصور نشوف إن احنا عندنا قصور مالي زي ده. قصور مالي ده ليه أسبابه، لكن رغم ده يعني لو الفلوس كانت متوفره اديكم شفتوا، جبنا عبد الله السعيد، جبنا اشرف بن شرقي، جبنا فرجاني ساسي، يعني بتجيب، جبت باسم مورس، جبت نجوم كتير جدا، جبنا طارق حامد. طول ما في فلوس بتقدر تعمل ده. ف يعني نادي الزمالك في ازمه، ورغم الازمه دي نادي الزمالك عايش. المنافس بتاعك بيصرف 3 4 مليار في السنه وانت بتصرف 500 600 مليون وبتتحارب كنادي. فيمكن المستشار مرتضى لما اعلن ان في صفقه من الاهلي ناس قعدت تقول فين كابتن دوله، صفقه مهمه من نادي الاهلي. في نادي حتى في الموضوع، لكن رغبه اللاعب هي عايزه نادي الزمالك، وبالتالي نادي الزمالك ما يقدرش يتاخر على اي حد بيعوز نادي الزمالك. فبقول لك رغم كل الظروف نادي الزمالك قادر ان هو يجيب لاعب مهم في الفولي في الطايره بقيمه كابتن دوله. فانا حابب اشكر المستشار مرتضى الغائب الحاضر. يمكن احنا قلنا هو امبارح اعلن عدم تواجده في نادي الزمالك في الفتره المقبله. يعني انا عايز اقول دي دعوه مهمه جدا، هو عمل كده راجل ضحى بنفسه وبمنصبه عشان نادي الزمالك. فبالتالي يعني بطلب من الاطراف الاخرى زي الاستاذ ممدوح عباس لقدام الناس كلها، هو خلاص الصفحه اتقفلت. اذا كان مرتضى منصور الخلاف معاه فهو مش راجع، خلي فك الحجز، خلينا نعرف نجيب الفلوس لنادي الزمالك بره، وهي تقدر بحوالي 200 مليون جنيه على فكره. يعني مرتضى منصور مشي لكن سايب لنا فلوس، سايب لنا مبالغ ماليه لو حصلناها مش هيكون في ازمه ماليه في النادي. احنا بنتكلم في حوالي 300 400 مليون، ده هتفك الازمه خالص، ده هنسدد كل الديون اللي فاتت، هنفتح القيد، هندي للناس دول فلوسهم. ما هو اللعيبه دي فاتحه بيوت. فخلونا يعني احنا اصلا بالموارد الموجوده بننافس بالعافيه مع النادي الخصم النادي الاهلي. فخليني بقى ايه، ما تضغطش عليا وتقفل عليا كل الابواب عشان اعرف اعيش. فدي دعوه، ولو حتى هو عايزني انا شخصيا امشي بس يرجع الفلوس فاحنا موافقين. مستشار مرتضى منصور قرر الابتعاد بالكامل عن النادي لحين غير محدد، يعني ما نعرفش اذا كان في الانتخابات او بعد الانتخابات. المستقبل يعني اما نشوف. يعني الراجل ابتعد مقابل ان الناس تفك عن نادي الزمالك. اذا كانت المشكله في مرتضى منصور فمرتضى منصور مشي، فعايزين نفك عن نادي الزمالك، نفك. لان الناس فعلا يعني الناس بتقول بعتوا امام عاشور. ليه بعنا امام عاشور؟ انا اللي وزعت فلوس امام عاشور، انا ومجلس الاداره، كان ساعتها المستشار مش متواجد، انا وخالد لطيف واحمد دابس المجلس كله يعني وزعناها. يعني لو حضرتك تسالي الناس كانت يا عيني مستنيه النهارده قبل بكره خلاص، مرتبات ولعيبه وعقود، لان الواحد بيكون مضغوط. لكن مالكش حل غير كده. ما هو الناس دي الحل التاني ان انا هلغي كل انشطه النادي وهخلي لاعب زي امام عاشور هخليه. اللي بعنا استاذ احمد احنا يعني ما معلش احنا غنى عن بعنا او مش بعنا، مفيش لعيب. بصي انا اتعلمت حاجه في الرياضه، انا بشتغل بقالي 10 سنين رياضه، مفيش حد مهم، مفيش حد مهم. كل واحد بيمشي بيجي بديل ليه، وممكن يبقى بديل ارخص وافضل كمان. فنادي الزمالك هو اللي بيصنع النجوم. فمش عايز ان انا اطفي على دوله. دوله لعيب مهم، يمكن اتخانق معايا قبل كده في ماتش الدوري اول سنه وهو طويل كده فانا خفت منه بصراحه. لا انا بحبه، ومش عايزين ننسى بقى ان المدام بتاع كابتن مايا لاعبه في نادي الزمالك، هي اللي جابته، يعني هي اللي انتقلت اول واحده. فهم مشرفين نادي الزمالك، ان شاء الله هيشوفوا هنا نادي فيه دفء وفيه حب وجمهور مرتبط بيه ومجلس اداره كلنا واحده واحده. بيحصل مناوشات شويه بينا، لكن في الاخر احنا نادي الزمالك. هو شرف نادي الزمالك ونادي الزمالك اتشرف بيه.
ان شاء الله يكون مرتاح. انا كنت خايف بقى ان هو عارف لما الواحد بينتقل اول ثانيه دي بتبقى احساس غريب. يعني انت شفتي في لاعب انتقل للنادي الخاص تحس ان هو مش قادر. ايوه فالحمد لله في راحه. حاسس ان هو مبسوط وسعيد. بشكركم، وزي ما انا قلت بدعو ان الناس كلها تقف جنب نادي الزمالك. زي ما مرتضى منصور ادانا درس ازاي تسيب المناصب وتسيب حاجات انت بتحبها ممكن عشان خاطر المكان ده يعيش. فان شاء الله نادي الزمالك يفضل عايش بالناس كلها وباهله وبجماهيره وبلاعبيه وبالناس اللي بتحبه زي دول كده. مشكور جدا استاذ احمد. نهاركم ابيض بخطين حمر. نهاركم ابيض. طبعا ده كان لقائنا مع الاستاذ احمد مرتضى منصور. مليون مبروك طبعا على الصفقه، صفقه دوله المهمه اللي قلنا وهنقول دايما ان دايما الصفقات اللي بتكون برغبه اللاعب بتكون صفقات رابحه جدا. كل التوفيق النهارده يا انجي طبعا لنادي الزمالك بالفوز على النصر السعودي. بالتاكيد يا انجي عوده ليكي مره اخرى.